أعلنت شرطة ولاية شمال الراين ويتسفاليا في ألمانيا شنها حملة أمنية غير مسبوقة في عدة مدن ضد عصابات الجريمة المنظمة. هذه المرة المجموعة المستهدفة هي عصابة عراقية اسمها السلام 313، ويتعلق الأمر بجرائم ارتكبتها هذه العصابة مثل تهريب البشر والإتجار بالأسلحة والمخدرات. العصابة لها ارتباطات بميليشيا السلام التابعة لمقتدى الصدر، وهذا واضح من كتابات وصور أعضاء المجموعة المؤيدين للصدر رغم نفي الأخير لوجود من يمثله في ألمانيا. محمد بنية الملقب أبو مهدي هو أحد أعضاء هذه العصابة، لطالما نشر مقاطع مصورة يهدد بها من ينتقد الميليشيات في أوروبا. لنشاهد معا. تواصلنا عنه السيد وقال انه يا اما تسدوه حاليا زين وقت معين او تغيرون الشعار ثاني، يعني غلقه، ويعني بناء على ذلك انه قبل 6 شهور تقريبا اخر اجتماع كان موجود، واتحدى اي واحد يطلع صوره اجتماع بوقت قليل قبل 6 شهور او 5 شهور يعني بهالفتره هاي، وحق منبر الحسين زين اي واحد يذب حرام ويسوي مشاكل زين بيناتنا وحق علي بن ابي طالب ازرف زين